من سوريا. أنا محمود نصر، قيس الشيخ نجيب، كاريس بشار بحبها كتير، شكراً مرتجى تحية بحبهم كتير، أمل عرفة بحبها كتير. لا كتير نصر، نالي كريم، منا شلبي، من لبنان ندى أبو فرحات، ورد الخال، من ضلنا سوا، باميلا الكيك، ونادين الراس. ما بدي انسى، قلت لك دخيلك ما بدي انسى حدا. لا نادين بتحبي كثير حبيبتي. بس تذكرت شغله، مش عم فوت هيك بالصحافه الصفراء، بس هذيك اليوم كان عندها مقابله على الام تي في، سالوها مين اشطر، نادين، ومع انه بتحبها نادين الجيم ولا انت؟ جاوبت بكل صراحه انا الاشطر. لانه شو رايك بجوابها؟ كثير حلو وثقه بالنفس، وانا محلك كنت قلت نفس الشيء. لانه عم خليتيني اسالك. ايه لا لانه بعرف لو يبقى يكتب سالي ولا حبيبي. ما تحسبيني فيك، ما تحسبيني. بس بدي اقول شغله، انه الانسان لازم يكون عنده ثقه بحاله وبحب حاله ليقدر العالم والجمهور تحبه ويكون عندها ثقه فيه، وهيدا ما بيمنع. وهي قالت انه بغض النظر انه بحب زملائي وبوثق بموهبتهم وبحيهم على موهبتهم، بس كمان انا لازم اعزز موهبتي واوثق بحالي وحب حالي. ونادين، من نادين الراسي، من اهم الممثلات اللي قطعوا بلبنان. الحياه ظلمتها شوي، ان شاء الله هلا بترجع بتستعيد. الحياه ظالمة الكل، على امل انه نحن نقدر نتخطى كل المشاكل. في ناس بتاثر اكثر من ناس، بس قوية حبيبة قلبي. ايه ما في منها، تحية لقلبي. بعيد الأم، منشوفك أحلى أم، أحلى أم نجمة. مين بتشوفي كمان أم نجمة هيك عندها أداء بيشبه ليك؟ أنا بس بدي أقول إنه مرسي، إنه هيدا الجملة أنا بتعطيني معنويات، وبضل هيك حاسة بقلبي إنه يا رب كون عن جد يعني قادرة أكون هالأم اللي لازم تكون والمثالية، لأنه هيدا الشيء الوحيد اللي أنا بخاف. يمكن بنزل شوي بالتمثيل بالمغنى شوي، بس المهم ما انزل بأمومتي، يعني هيدا كتير مهم بالنسبة لي. انا بعتبر نانسي عجرم هي اكتر فنانة ام تشبهني، محافظة على عائلتها على اولادها، بتهتم فيهم. انا بعرف تفاصيل عن نانسي، انه بوقت اللي بتكون اوقات ما بعرف اذا فيني اقولهم، بس هذا الشيء انا فخورة فيه، مش هيك عم بقوله. القصص حلوة، ايه لازم تاخذ مع اولادها لما تقصر تجاههم على على سفراتها اذا ما كان يعني بمدارسهم وهيك. انا كثير معجبه بامومتها، والله يحميها. انا دائما بقولها على السوشيال ميديا الله يحميها، هي نجمه لبنانيه وام نحن كلنا فخورين فيها، بغض النظر على القصص البلا طعم اللي بينحكى. بس هي قدها وقدود اكيد. قد ما تقولي عم برفض هي وما بقبلها، نحن محمسين وبدنا سكوب، بما انه قاعدين هالقعده الحلوه الطبيعيه. منى السكوب انه نحن قاعدين سوا. عن جد انا صار لي فتره عم بعتذر عن كثير مقابلات، بعرف ونحن بنقدر لك. في اسئله اوقات بتكون يعني ما عبالك ابدا، بتطلع وين الافضل مين الاحسن، وحدا هيك قال شو بتردي وانت وقول يعني العالم ما لها جلاده بقى على السلبيات. هلا حلوه كثير مقابلتنا، لانه عم نحكي عن قصص هيك مهضومه بطريقه عفويه، ومن دون ما نفوت بمشاكل وقصص وعصبيات وسوء فهم. على كل انت كنت قبل تطلع على السوشيال ميديا هيك تكوني منرفزه، تقولي عم حسك اروى قبل، يعني اذا عندك راي انت حدا صريح يعني بتقولي الامور. نرفزه؟ مش نرفزه، يعني اذا في شيء انت ما بتقبلي تاكل حقك او بجمله او انا بحكي الحقيقه منى. ايه يعني بتقولي اياها مثل ما هي الحقيقه، بقولها مثل ما هي. اللي عنده مشكله مع الحقيقه عنده مشكله لحاله. انا بقول الحقيقه، انا عندي اذا بدك يعني امانه بيني وبين الجمهور. انا ما فيني كل الوقت غض نظر على قصص، ولما بنسال ما فيني الف. انا بقول الحقيقه. هلا اذا الحقيقه جرحتهم انا بعتذر، ما خصني. يعني انا دائما رح اقول الحقيقه، لانه انا بهمني علاقتي مع الجمهور ونظرتهم لإلي.